دعوة لتجاوز الخلافات السياسية من أجل إنجاح القمة العربية المنتظرة في نواكشوط. مثقفون ومفكرون يناقشون ثلاثية الشباب والتعليم والوحدة الوطنية في موريتانيا. بعد أسبوع على فقد الصحة، أطباء موريتانيا يؤبنون الدكتور إدومو محمد فال. أهلا بكم. طلب عدد من الدبلوماسيين والأساتذة الأكاديميين فرقاء المشهد السياسي الوطني بتجاوز الخلافات من أجل تنظيم قمة عربية ناجحة، وعبر هؤلاء في ندوات مختلفة عن أهمية استضافة موريتانيا للقمة العربية 27. استضافة موريتانيا للقمة العربية تعد سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، فمنذ انضمام موريتانيا لجامعة الدول العربية سنة 1973 لم تنظم أي قمة عربية في نواكشوط. القمة العربية 27 ستكون هذه المرة على ضفاف الأطلسي وفي أحضان عاصمة المنكب البرزخي للوطن العربي نواكشوط، فهنا ستناقش قضايا العالم العربي الشائكة والمتنوعة، وهو ما يشي حسب العارفين بالدبلوماسية بأن موريتانيا لم تعد ذلك البلد العربي الإفريقي الذي يلعب دور المتفرج على الأحداث الإقليمية والدولية مفعولا به لا فاعلا فيها. ورغم أن موعد انعقاد القمة العربية ما زالت تفصيلنا عنه عدة أسابيع، إلا أن نواكشوط بدأت تستعد للحدث الكبير على جميع المستويات. فعلى المستوى الأكاديمي والعلمي ناقش هؤلاء الأساتذة الجامعيون الأبعاد والدلالات المستخلصة من استضافة موريتانيا للقمة العربية الجديدة، وقد أكد الأساتذة على أن هذه القمة تعتبر منعطفا هاما في تاريخ الأمة الموريتانية، وستمكن من بناء علاقات متميزة مع مختلف الأشقاء العرب. أما على المستويات الأخرى فقد بدأت السلطات العمومية مؤخرا في بناء الشوارع وتجهيزها طبقا لمعايير عصرية ستضفي على العاصمة مظهرا عمرانيا يليق بحجم الوفود التي ستشارك في القمة العربية بنواكشوط. فتحت جمعية موريتانيا الأفاق المستقلة يوما لنقاش واقع التعليم والشباب والوحدة الوطنية في موريتانيا، وقد حضر هذه الندوة لفيف من أصحاب الفكر والثقافة الذين قدموا مداخلات تناولت المواضيع الثلاثة من مختلف جوانبها وأبعادها. جمعية موريتانيا الأفاق المستقلة تفتح يوما لنقاش ثلاثية التعليم والشباب والوحدة الوطنية في موريتانيا بإشراك بعض الأساتذة الباحثين والمثقفين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا الوطنية ذات الأولوية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. إعداد تقارير ميدانية عن واقع التعليم بالشقيه الأصلي والعصري والشباب والوحدة الوطنية مع المعنيين وتقديم المقترحات المناسبة في إطار محاولة من هذه الهيئة في المتابعة والرقابة الاستراتيجية الحكومة المعمول بها. هذا الإطار اللي عندنا ذلك اليوم موريتانيا أفاق، إذن هو آلية من المجتمع المدني يراقب مدى تنفيذ الحكومة لتعهداتها في هذا الميدان. اليوم تناولنا ثلاثة محاور أساسيين. أولا تكلمنا عن التعليم، وتكلمنا عن الشباب، وتكلمنا عن الوحدة الوطنية، وكان تم حكم إجماع إن الأساسي هون في موريتانيا الوحدة الوطنية. إحنا شفنا الدول اللي عندهم 150 لغة، 150 لغة، وشفنا الدول اللي عندهم 150 إتني ولا عندهم مشكلة ومتعايشين ويتقدموا ويتكلموا بيناتهم. لماذا إحنا اللي ما عندنا قاع مشكلة في واقع الأمر، المشاكل عندنا مشاكل بسيطة جدا تغلب عليها ممكن، لماذا نعتبروا عن اللي عندنا المشاكل عنه فادح وعنه مهدد المستقبل وعنه مهدد؟ لماذا هذه الشحنة التي هي حقيقة؟ تدخلات من مختلف المدارس والمشارب في القضايا ذات الاهتمام المشترك، من حيث ضرورة إشراك الجميع في بناء الوطن كل من موقعه سبيلا لتجاوز ما هو مطروح من تحديات في مجال التعليم. وإن خلص الجميع إلى توحيد اللغة والمناهج التربوية وتكثيف الجهود لتقديم أجيال قادرة على كسب الرهانات المستقبلية. مجموعات أخرى يشتغلوا على مشاكل الشباب المطروحة للشباب. عندنا هدف عن نعود إن شاء الله نجبر
انواع الشباب ونسوي لهم على المشاكل المطروحه لهم، يا كان نحسن من اوضاعهم، يا قال يعود جاي من عند الشباب ما هو من عند جهه اخرى. كان البعض لا يرى في الامر من عقبات في وجه التلاحم الوطني سوى توحيد لغه التواصل بين ابناء الوطن الواحد وابعاد التسييس قدر الامكان عن التعليم والشباب والتلاحم، رغم ما في ذلك من اغراءات الشهره والمال. نظمت الأسرة الطبية حفلاً تأبينياً للدكتور الراحل لإيدومو محمد فال مساء اليوم في فندق أتلانتيك بالعاصمة نواكشوط، وقد أثنى المتدخلون على أخلاق الرجل ومهنيته وتفانيه في العمل. إنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم في هذا المقام الحزين والمؤلم الذي تمزقت فيه القلوب وانحشرت فيه الأنفس، ألا وهو فقدان المغفور له بإذن الله المرحوم الأستاذ الدكتور دومو محمد فال، أسكنه الله فسيح جناته، إنه سميع مجيب. رحم الله الدكتور. تتواصل في العاصمة نواكشوط فعاليات مهرجان مشروع العمل من أجل حماية التراث الثقافي السنوكي، ويشمل برنامج تظاهرة تنظيم معرض للصناعات التقليدية السنوكية بمختلف أنواعها مثل الآلات الموسيقية والتقليدية والأزياء بأشكالها وصباغتها القديمة والحديثة. أعلنت منظمة الامتياز للتنمية عن انطلاق أنشطتها الرسمية، وذلك في حفل نظمته مساء اليوم في فندق أزالاي بالعاصمة نواكشوط. وقد حضر حفل انطلاق نشاطات المنظمة عدد من الشخصيات المهتمة بتطوير التنمية الاجتماعية. تسعى منظمة الامتياز للتنمية إلى إشراك جميع الطاقات الحية في البلاد والاستماع إلى آرائهم وتقبل أفكارهم النيرة وبدعمهم المرجو لمنظمتنا، وذلك من أجل تحقيق المبادئ والأهداف الأساسية التي قامت عليها المنظمة بغية رفع روح التحدي في خلق وإثبات سبل التنمية التي نصب إليها في الوسطين الحضري والريفي. ازداد اهتمام أصحاب واحة النخيل في مدينة أطار بنخيلهم، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم الجيطنة، ويشكو المزارعون من ضعف المنتوج الزراعي في مجال النخيل هذه السنة نظرا لعدة عوامل يجملها لنا سعد عبد الله في التقرير التالي. مع دنو موسم قطاف التمور أو الجيطنة في مدينة أطار، يزداد اهتمام محمد بنخيله ويوليه من العناية ما يراه يلزم، صب للمياه يوميا وتفقد على مدار الساعة لجنبات حديقته، رغم توكئه على عصاه إلا أنه يشد عضده بصيرته هذه التي تعينه في عمله اليومي، وإن كانت هذه السنة ليست بالمستوى الذي يرضى عنه. الولد السنة ما هي زينة حتى، ومشاكلها دائمة، ندخل فيه خارج منه شيء بالغ، مثلا ما جابر الماء مالح فعلا، خالق منه شعار دائما ماشي عليه، هلا لا باس لا بعرشو لا بعراشو، وخالق شي منه ما اهله مقام ما هي شاغله فيه، اذا قام ما يسول عنه ما في شيء، لكن عنه تخلط عقب مع صدفه الغبره، احنا هذو هلا عندنا معرش. عوامل عده ساعدت في تدني المنتوج هذه السنه اذا من وجهه نظر هذا المزارع، أهمها نقص التساقطات خلال السنوات الماضية والملوحة والأفات الزراعية التي تكالبت على منتوجه، ويعمل لاعب آخر يتجلى في الصراع السرمدي بين المزارع والمنمي والذي بالكاد تحدث لنا عنه هذا. هو مقد الولد والد قال مشكلته ده الحيوانات ضيعنا الحيوانات دبر الأهل بده هذه ضيعتهم ما مخلني منوش. أما المنمي الذي يتربص الدوائر بهذه الحدائق فلا يرى لنفسه من مسؤولية في تقصير المزارع في حماية حديقته، وكأنها في نظره شاة بفيفة. لكن المنتوج كان يعطي ما تلي يعطي بيجي عاد جبر الماء المالح سمعت هو تسيب الحي، ليش تسيب الحي واللي يراد عنه ما جايته الحية، والماء عليش يراد عنه في الخلوات قاع لك سيبته الحية.
عبر تاريخها الطويل كانت الواحة وما تزال جزءا لا يتجزأ من ثلاثية الإنسان والهضبة والنخلة التي شكلت المعالم البارزة لهذه الولاية. وتغطي واحات النخيل في أدرار اليوم مساحة تقدر ب 1876 هكتارا، أي ما يقارب 50% من مساحة النخيل في البلاد. ويقدر عدد واحات الولاية بحوالي 53 واحة موزعة في مقاطعات طار شنقيط ووادان وأوشفت، تنتج سنويا حوالي 13,000 طن من أجود أنواع التمور الوطنية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: دعوة لتجاوز الخلافة السياسية من أجل إنجاح القمة العربية المنتظرة في نواكشوط. مثقفون ومفكرون يناقشون ثلاثية الشباب والتعليم والوحدة الوطنية في موريتانيا. بعد أسبوع على فقيد الصحة، أطباء موريتانيا يؤبنون الدكتور دومو أو محمد فال. نهاية النشرة، في أمان الله.